الباقي الواجهه بدون اليوم معنا جي اكس ار ال 4 هو اعلى فئه في الجي اكس ار. نلاحظ عندنا وجود كاميرا اماميه موجوده هنا، الباقي الواجهه بدون اي تغييرات. من الخلف الاشارات جايه هالوجين نفس الشيء بدون اي تغييرات. مع الجنب موجوده الكاميرات، هذه الشاشه الموجوده مقاسها 12 انش. طبعا الشاشه من تركيب الوكيل، مي نفس الشاشه الموجوده في الفي اكس ار. والدليل الوجود مدخل اليو اس بي هنا خاص بالشاشه. طبعا يتوفر عليه ايضا شاشات تركيب الوكيل، اعتقد مقاسها تقريبا 11 انش، لكن جايه بالعرض اكثر من شاشات الوكاله، جايه بالارتفاع اطول من الموجوده امامنا. وفيها مداخل في الاسفل لتوصيل اليو اس بي وكيبل اتش دي ام اي، وايضا فتحه للسماعات الاي يو اكس. بعد عندنا هنا ملاحظه وجود ديكور ستيل على مدخل الشنطه الخلفيه، هذا مو متوفر في فئه الستاندر. خلونا نشغل لكم الكاميرا من زر الفيو. الان ضغطت على زر الفيو، موجوده عندنا هنا كاميرا محيطيه 360 درجه. وضوح الكاميرا يعني جيد جدا، هذه نظره على الجوانب السياره. سعر الجي اكس ار فول ال 4 عند الوكيل عبد اللطيف جميل 304,000 شامل الضريبه، لكن اعزائي المتابعين السعر يختلف في المعارض على حسب توفر السياره او لا. اذا كانت متوفره في المعارض راح يكون سعرها اقل من الوكاله، واذا كانت غير متوفره في الوكاله وعددها محدود في المعارض راح يكون سعرها طبيعي اكثر من سعر الوكاله.